السنة دي حوالي 6-7 سنين. سبع سنين؟ طب ما حدش هنا بيبيت يعني؟ لا لا أنا كان جاية وقاعدة في حالي وباحترامي، فما حدش بيقدر يكلمني، ما حدش بيتكلم معايا. باجي بقضي شغلي وبروح باخدة بعد وماشي. ما حدش خالص بيتعرض؟ لا. طب زوجك فين يعني؟ أنا زوجي شغال برضك في مكان تاني. في نفس المجال ولا؟ اه كوتش. في الكوتشات وكده. طب انت بتعملي كده عشان تساعدي جوزي؟ اه طب مساعده انا عشان بساعد جوزي. بتاخدي يوميه ولا بتاخدي في الشهر؟ لا بالاسبوع. بالاسبوع؟ شايفه ان تصنيع الجزم عامه يعني بقى زي الاول؟ الاقبال عليه زي الاول ولا لا؟ هو من ناحيه زي الاول فلا الصراحه ما لحقتش على حضرتك يعني. صح. الاول كان يعني الدنيا كانت حلوه وكانت رخيصه وكان في شغل صراحة، الناس بتشتغل، ما كانت الدنيا حلوة. لكن دلوقتي من الغلا فالناس بقت ايه يعني، يا دوبك اللي في ايده شغلانة بيروح ماسك فيها. بتعملي ايه في الورشة؟ انا مكنجية بعمل كده، بعمل الشغل ده، ده اسمه فورتي، ده بوضبه على المكنة وبروح دهنه بكله البتون والبتاع والسكاي ده واسيبهم يتهوا، بعد كده اروح بطبقه كده، بعد كده بروح قصه، وده الوش برضك بجمعه كده على المكنة برضو، وبعد كده اروح مطبقه، والفرش بقى بجمعهم على الفرش. ما فكرتيش تشتغلي حاجه ثانيه؟ لا الحمد لله انا بشتغل في اي حاجه يعني، غير عامه المجال ده بتاع الاحذيه ليا. ممكن الحمد لله يعني بعد ربنا طبعا، من فضل ربنا اقدر اشتغل اي حاجه ثاني عادي. انت ما فكرتيش كده ولا انت حابه؟ لا عادي، انا كده كده هي دي يعتبر مهنتي. بس انا قبل كده برضك يعني من صغري وانا كنت قاعده على مكان سنجل بعمل شنط اللي تحت الحضانه الاشكال دي، الدبدوب والحاجات دي برضك. نفسك بنتك تطلع ايه؟ انا لا انا عايزاها طبعا تبقى احسن مني، تطلع حاجه تاني. بتعلميها؟ الحمد لله. دخل التعليم هيزيد؟ لا ده احمد وتحتيه مازن اصغر واحد، وعندي ايه الكبيره ورضا عندها 13 سنه. بتعلميها؟ اه الحمد لله. لا هي ايه كانت بتتعلم بس قعدت عشان كان في ظروف غصب عني وعن والدها يعني، فقعدتها. ورضا بتشتغل معايا هنا. احمد بقى حاليا احمد اللي دلوقتي في حضانه لسه، بقى مازل طبعا صغير. برضو في حد انت بتقولي بيشتغل معاكي هنا؟ رضا بنتي. بنتك برضو عادي برضو بتجيبيها؟ ما حدش بيضايقها؟ لا 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 هنا هو عامه عارفين يعني جوزي من صغره، وهو دي اساسا مكانه، مكان اخوه، فهم هنا هو يعني طبعا ده اساس من عمر تاني الورشه، فهنا طبعا عارفيننا وكده فبيحترمونا الصراحه، ما حدش بيضايقني. الورشه دي بقى لها كام سنه تقريبا؟ ايه بقى لها كام سنه؟ لا ده بقى 20 سنه او اكتر كمان من 20 سنه.